بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن واحد من الأبواب المهمة جدا في هذا الكتاب، وهو الـ IP Addressing. والباب حقيقة يعتبر أهم باب عندنا، لأنه كل الشغل البروفيشنال اللي هيشتغل في النتوركينج بعدين في الكونفيجريشن وكده، يجب إن الزول يفهم تفاصيل هذا الباب. الباب بيتكلم عن العنونة في الإنترنت، وبيسردها بطريقة أكاديمية خلينا نقول. والباب يعتبر اللب لعديد من الكورسات الاحترافية اللي هو بتوعنا بالشبكات مثل CCNA وغيرها يعني، واللي بيحبوا الناس يشتغلوها لأنها بتتناول الجانب المهني خلينا نقول والتطبيقي في مجال النتوركينج. الباب أساس لجزء كبير في الشغل العملي اللي الناس هتشتغله في المعامل، وزي ما قلنا فهم الباب هيخليك تكون جاهز إنك تتعامل مش بس مع الأبواب القليلة المتبقية من هذا الكتاب، وإنما أيضا تتعامل بفهم عميق لما يدور في العمل المهني والعمل الناس بيشتغلوا فيه بيده في ما يلي الإنترنت. الباب طويل شوية، لكن هنحاول إن شاء الله نتكلم في تفاصيله. الباب يبدأ بالموف الانترودكشن زي ما بنقول الآن، إنه شنو الفكرة بتاعت الاي بي فيرج العنونة في الانترنت، ثم يتوجه للاي بي فيرجن 6، يدي فكرة عن الاي بي فيرجن 6 هي شنو، بعدين يمشي للفكرة بتاعت الاختناق الحاصلة بسبب الاي بي فيرجن 4 اللي بتوديها الاي بي فيرجن 6. عندنا تو فيرجنز من الادريسنج هنبقى نشوفهم، واحدة اللي هي الاي بي فيرجن 4 اللي هي مستخدمة الان، وكان في تخطيط لمستقبل لتوسعة العنونة للاي بي فيرجن 6، هنتناول تفاصيله ونشوف ليه عايزين نمشي للاي بي فيرجن 6. نشوف المفهوم بتاع الفيرشوال انترنت زي ما احنا شايفين الانترنت الان، هنشوف الشكل بتاع العنونة في الاي بي ادريس شكلها كيف، الكلاسز الموجودة في الانترنت الهرمية بتاعت العنونة شكلها كيف والكلاسز الموجودة فيها، وكيف نكتب الاي بي ادريس، وما هي الجهات الممنوع مخول لها توزيع الاي بي ادريسز في العالم، ونشوف كيف نقدر نوزع شبكة بتاعت اي بي فيرجن 4 لسب نتس او كلاسز اصغر. نشوف الادريس ماسك اللي هو هنكتبه في الكونفيجريشن بتاعنا بتاعت اجهزتنا، عشان تقدر تعرف الجهاز الاخر قاعد معنا في الشبكه ولا قاعد في شبكه اخرى يعني. ونشوف طريقه اخرى تكتب فيها النوتيشن بتاعت الاي بي ادريس سي دي ار، ونشوف امثله عليها، ونشوف شكل الهوست ادريسز ومثال عليها. نشوف العناوين الخاصه الموجوده في الاي بي فيرجن 4، ونشوف نوع خاص من الاي بي ادريس البيركلي برودكاست ادريس شكله كيف في باراجراف صغير. نشوف الراوترز كيف بتتعامل مع الاي بي ادريسز دي وبتاخد عناوين كيف الشبكتين عشان تربطها مع بعض، ونشوف هل ممكن يكون عندنا كمبيوتر مستضاف في اكثر من شبكه. بعدين نمشي للاي بي فيرجن 6 والتفاصيل المالتي هوم النتورك رينمبرنج في الاي بي فيرجن 6، وكيف نكتب العنوان الجديد اللي هو الاي بي فيرجن 6 بطريقه الهكسا ديسيمال نوتيشن. يبقى الباب دسم، وهيستوريكالي الجزء بتاع الاي بي فيرجن 6 ما كان بارت من هذا الباب، كان بارت في باب مختلف، لكن الاصدار الجديد الشغال يبان احنا من الكتاب اللي هي الاصدار السادسه دمجت الاي بي فيرجن 4 مع اي بي فيرجن 6 في باب واحد. اذا نبدا الباب بتاعنا عشان نتناول كل هذه التفاصيل فيما يلي الادريسنج. طبعا احنا كنا شفنا الفيزيكال ادريسنج اللي هو الماك ادريس في اللوكال اريا نتورك، وكيف شفنا الراوتر بيربطوا الشبكات المختلفة مع بعض باستخدام الماك ادريس زي ما شفنا البريدجز في مثال سابق في باب سابق. هنا هنمشي لمفهوم جديد للعنوة اللي هو الاي بي ادريسنج. فيبقى احنا اول شيء هنتكلم انه العلاقة بين الفيزيكال ادريس والاي بي ادريسنج شنو هي. الفيزيكال ادريس هو الماك ادريس، والاي بي ادريس هو عنوان الانترنت اللي احنا هنتكلم عنه في الباب ده، وليه اضطرينا يكون عندنا عنوانين بدل عنوان واحد. وبنتكلم عن البروتوكول سوفت وير اللي هو يربط الاجهزه في شبكه الانترنت. البروتوكول ستاك اللي بديناه في الباب الفات كان فيه لاير كامله لو تذكروا، كانت عن الاي بي لاير او بنسميها النتورك لاير. فالنتورك لاير هي اللي خلت لنا الشبكه بتاعت الانترنت كانها سنجل سيمليس كوميونيكيشن سيستم. انت الان بتكتب الاي بي ادريس بتاع الجهاز اللي انت ما عارفه قاعد معاك في الشبكه دي ولا في شبكه اخرى، والاي بي لاير هي اللي بتتولى هذا الامر. الباب بيقولنا بيتناول الادريسنج سكيم المستخدم في الاي بي فيرجن 4،
وشوف الادرس ماسك والكلاس ليست والسب نيتنج الموجوده في الاي بي فيرجن 4، وكيف نقدر نقسم شبكاتنا نديها عناوين، وكيف ناخد عنوان لكل جهاز في شبكتنا. وبعدين بيورينا الانتقال بتاع الانترنت من الاي بي فيرجن 4 لفيرجن 6، وكيف حيتم هذا الانتقال حسب تصورنا. سوري عفوا. طيب قبل ما نبدا الكلام بتاعنا، قبل ما نبدا الكلام بتاع بابنا في القصه دي، عايزين نشوف شنو الفكره بتاعت الاي بي فيرجن 6. فاحنا بنقول قبل ما نبدا نتكلم عن الاي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن 6، مهم جدا انه نتفهم التغيير حصل ليه. يعني طبعا الاي بي فيرجن 4 عمل حاجات مهمه جدا يعني، وكان سكسسفل جدا في الانترنت، وهو ما زالت الانترنت زي ما احنا شايفينها اليوم في السكسس بتاع اللي احنا شايفينه. دقيقه، انا داير احاول اعمل الديسبلاي فول، ما اعرف ليه ما عايز اتعمل ديسبلاي. ايوه، بنشوف انه الاي بي ادريس هو كان سكسس ستوري، لانه هو ربط شبكات هيتروجينه زي ما احنا عارفين. ده شغال واي فاي، وده شغال ايثرنت، وده شغال اف دي دي اي، وده شغال اي تي ام. كل الشبكات دي قدرت تتربط الان بالاي بي فيرجن 4، وشبكه الانترنت الان بتنعم بهذا الامر. وانت لما تخش في الشبكه يضن ما دازنت ماتر انك انت شغال بموبايل بالجيل الثالث ولا الجيل الرابع ولا الجيل الخامس ولا واي ماكس، او حتى خش واي فاي. فيبقى هو قدر يربط الهيتروجينيس نتورك دي، وقدر يستوعب كل التغيير اللي حصل في الهاردوير والتطور اللي حصل في الهاردوير ده كله، قدر يستوعبه الاي بي فيرجن 4. ودليل ان احنا حتى الان لو ماشيين في شبكات الجيل الخامس ما زلنا نستخدم الاي بي فيرجن 4. وقدر كبر الانترنت للارج سكيل، غطت العالم كله. فاذا احنا عندنا سكسس ستوري اسمه الاي بي فيرجن 4 ادريسنج. ليه الناس عايزين يغيروا؟ ليه عايزين تو تشينج عشان نمشي لاصدار جديده من بروتوكول الانترنت؟ بنقول انه السبب انه الاي بي لما اتصمم كان الناس بيصمموا في شبكه بتربط كمبيوترز محدوده زي ما شفنا في السبعينات يعني. وفي ذلك الزمان افتكروا انه لو خصصوا 32 بت للعنوان كفايه، باعتبار ان 32 بت بتدينا 32 كمبيوتر، يعني تتكلم عن 22 مليون 32 بليون، بيتكلم عن 32 يعني 4 بليون كمبيوتر بيكونوا مربوطين. فكان ده رقم كبير جدا، الناس ما بيحلموا انهم هيوصلوه في ذلك الزمان. واضح ان الان تخطينا هذا العدد في الانترنت، وهنشوف كيف قدرنا نعمل الكلام ده ليتر اون، اننا نتخطى الكابابيلتيز بتاعت الاي بي فيرجن 4، انه نخلي زول يخش انابه عن اخرين يعني، كما سنناقش لاحقا ان شاء الله في الكورس بتاعنا. يبقى احنا واضح انه من غير ما يعني اضطرينا ندي حلول عشان نعالج الاختناق اللي حصلت في الادريس، لانه 32 بت اصبحت غير كافيه. والانترنت قلنا بتنمو اكسبوننشال، يعني قلنا بيحصل دبلنج لكل اقل من سنه. لو تذكر في باب فات قلنا انه الانترنت بيتضاعف عدد الاجهزه المربوطه بالانترنت. وبالتالي كل الاي بي فيرجن 4 ادريسنج خلاص خصصت للناس، يعني زول لما نيجي نبني شبكه جديده بيتعب كتير جدا يلقى عنوان عشان يديها لشبكته، ما لازم تدي عنوان لشبكتك عشان تخش الانترنت. فالاي بي فيرجن 4 خلاص ساين، واحنا بنعايش هذا الامر منذ سنين. يعني انه في مناطق في العالم زي ما هنشوف بعدين في المنظمات اللي بتوزع الاي بي ادريس، في مناطق في العالم اعلنت فيها انه لا يوجد لدي الان اي بي فيرجن 4. لو زول داري يعمل شبكه ثانيه ما عنده طريقه الا يشيل له ادريس من منظمه اخرى، او ينتقل لطريقه جديده عنوانه للاي بي فيرجن 6. اذا البرايمري موتيفيشن انه لازم يظهر انه في نيو فيرجن من الاي بي عشان يدينا مور ادريس سبيس ويستوعب الانترنت اوف ثينجز. مور ادريس سبيس لاننا نحن زي ما قلنا الان حتى الكمبيوترز بتاعتنا تخطى عدد هذا العدد اللي هو 32، فاحنا دايرين طريقه جديده العنوان نوسع فيها العنوان بتاعتنا. وكمان لازم نستوعب الموتيفيشن الجديد اللي حصل في العالم اللي هو الانترنت اوف ثينجز. زي ما قلنا الان الانترنت بتربط بقى انترنت الاشياء، ما انترنت الكمبيوترز. فالان اي سنسور او عداد او الى اخره عايز يتربط بالانترنت، وعشان يتربط بالانترنت عايز يكون عنده اي بي ادريس، وبالتالي محتاجين مور ادريس سبيس. اذا ما بنقدر نلوم الاي بي فيرجن 4 اللي هو كان شغال ب 32 بيت ادريس اونلي، ولا المصممين ليه، لانه في ذلك الزمان كان 32 بيت رقم كبير جدا، يعني ما كان الناس ممكن يتصوروا الانترنت ممكن تتخطى هذا الرقم. وفعلا حقق الاي بي فيرجن 4
نجاحات كبيرة جدا خلى الإنترنت تنتشر لتصبح كما هي الآن، لكننا نحتاج الآن لنوع جديد من الأنواع نوسع فيه الأي بي أدريس بدل ما كان 32 بت نكبره، وبالتالي ظهر الأي بي فيرجن 6 اللي هو هيوسع ال 32 بت أدريس دي ل 128 بت زي ما هنشوف لاحقا. يعني يبقى الحصل انه بالرغم انه الاي بي ادريس سكيرس، بيجي في سكيرس بيجي في ندره في الاي بي ادريسز، والندره دي بدات من التسعينات بالمناسبه، ولكن المؤسسات دائما بتقاوم الانتقال للاي بي فيرجن 6. طبعا الاي بي فيرجن 4 احنا الرسمه دي بيقول انه في ابلكيشنز كثيره جدا في الانترنت، مليونز او بليونز اوف ابلكيشنز موجوده في الانترنت كلها شغاله على نقطه اختناق اللي هي الاي بي ادريس، والاي بي ادريس هو مربط الشبكات المختلفه النتوركس المختلفه. طبعا الشكل اللي انت بتقول فيه ده معناته النتورك دي ممكن تكون شغاله بالشغل بتاع ادريسنج حقتها هي، يعني بعدين هنشوف كيف ترانسليت الان هو انا بتاعتها للاي بي ادريسنج. لاحظ هنا كانما الساعه بتاعت الزمن دي اللي هي فيها نقطه اختناق في المنتصف، نقطه الاختناق في المنتصف دي لها اي بي ادريس. الاي بي هو الشايل الشبكه كلها الان، والاي بي الشغال الان هو اي بي فيرجن 4. لكن طبعا هو لانه قاعد في قلب الانترنت طبعا زي ما قلنا، وكل الابلكيشن بتستخدم الاي بي ادريس، وهو شغال فوق ديفرنت نتورك لاير زي ما قلنا هنا تحت، كل دي شبكات شغاله بتقنيات مختلفه بادريسنج تكنيكس مختلفه. لكن لو دارين نغير الاي بي فيرجن 4 ده محتاجين نغير الانترنت كله، فبالتالي في ريلكتنس في الامر ده او في ممانعه في الانتقال للاي بي فيرجن 6. لكن في مبادرات كثيره اشتغلت في الاي بي فيرجن 6، والان بنتكلم عن الشبكات تشتغل في التو مودز، تشغل التو ادريسنج الاي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن 6 تمهيدا للانتقال. فبدات كل الدول تضع خططها للانتقال للاي بي فيرجن 6 ومن ضمنها السودان يعني، واحنا الان هنا في شبكه جامعه السودان بنوفر خدمتي الاي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن 6، يعني كل الاكسس بوينتس والدي اتش اس بي بروتوكولز الاجهزه اللي بتديك عنوانه عندها إمكانية إنها تديك عنوانة في الأي بي فيرجن 4 والأي بي فيرجن 6. المفروض البلان يمشي إنه حتى المشغلين زي سوداتيل ام تي ان كنار لما تخش الشبكة بتاعتهم تلقى نفسك أخذت عنوان أي بي فيرجن 6 إن أردت ذلك، يعني إذا كان جهازك يقبل هذا الأمر. فكل الدول خطط برامج زي ما قلنا طموحة إنها تنتقل للأي بي فيرجن 6 عشان تكون مستعدة للمستقبل عشان يكون عندها مور أدريس سبيس. طيب الحته دي احنا هنسيب الان الكلام في الاي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6، هيلاقينا اي بي فيرجن 6 في نهايه الباب. هنركز بعد كده الاي بي فيرجن 4 اللي هو قلب الانترنت وكيف اللي هو الان شغال، وبعدين نشوف الاي بي فيرجن 6 جاء بياته شكل جديد يعني. طيب احنا اتكلمنا عن الفيرشوال انترنت دي كتير، وقلنا عشان يكون عندنا سيمليس كوميونيكيشن سيستم لازم البروتوكول يديس من التفاصيل بتاعت الفيزيكال نتورك ويدينا انطباع كاننا نحن بنتكلم عن شبكه واحده وشبكه واحده كبيره. يبقى من ناحيه الابلكيشن الفيرتشوال نتورك عامله زي اي شبكه، اللي هو الكمبيوتر بيجرسل ويستقبل باكيتس من اي كمبيوتر اخر فقط بمعرفه عنوان ذلك الكمبيوتر، ولا يهتم باي تفاصيل طبعا داخليه، ودي اللي احنا ضربنا مثال ليها في الباب اللي فات، قلنا زول لما يضرب تليفون لزول ثاني في العالم يكفيه فقط عنوان رقم هاتف ذلك الشخص. الشخص الثاني ده قاعد في امريكا، قاعد في اليابان، قاعد في الصين، ما بيفرق معك، انت بس اكتب الرقم وانت بتخش عليه، يو دونت كير ان الزول ده خاشي 2G 3G 4G ثابت 5G، خاشي بيستخدم تليفون اندرويد، مستخدم ايفون، مستخدم وات ايفر فيتشر فون عادي، يو دونت كير اباوت الديتيلز الموجوده في تليفون ذلك الشخص، انت تضرب النمره وتتكلم معه. احنا هنا سيميلرلي انت بتكتب الاي بي ادريس بتاع الجهاز، بتخش على ذلك الجهاز، وبعد كده يعتمد على الابلكيشن الموجوده في ذلك الجهاز. ما مهم الان انه الجهاز الاخر ده قاعد جنبك في الشبكه ولا قاعد في الطرف العالم من الاخر من العالم، ودي وفرت لنا شنو الفيرتشوال انترنت. يبقى الفرق الاساسي بين الانترنت والفيزيكال نتورك، اللوكال انترنت هي ابستراكشن، الديزاينرز عملوا الانترنت ابستراكشن وبيجي الزول بيشوفها بالبروتوكول سوفت وير الموجود عنده، وزي ما قلنا احنا لما قاعدين في الطبقات العليا احنا بنعاين الانترنت دي بنعاين للاي بي لاير، والاي بي لاير زي ما قلنا انا برسل رساله للكمبيوتر الفلاني في الاي بي ادريس الفلاني بغض النظر عن كان قاعد جنبي وقاعد مكان في الاخر في مكان اخر من العالم، عكس الفيزيكال نتورك اللي هي بتتكلم كانت عن الماك ادريس، والماك ادريس يجب انه يكون شغال في الشبكه المحليه بتاعتنا اللي هي لو قلنا شغاله ايثرنت يبقى لازم نتبع نفس الايثر الفريم فورمات بتاعتنا ويكون عندنا التفاصيل الدقيقه اللي اتكلمنا عنها في الفيزيكال ادريس.
يبقى الديزاينرز قال كان عندهم انه هل نمشي لفيزيكال ادريس ولا نمشي للابستراكشن. الناس مشوا للابستراكشن وقالوا خلونا نعرف طريقه جديده للعنونه في الانترنت اللي هي بيسموها الاي بي ادريس، طريقه جديده للباكيت فورمات بتاعتنا اللي احنا هنرسلها، طريقه جديده للدليفري تكنيكس، توصيل المعلومه من الباكيت من جهاز لاخر بغض النظر عن الاندرلاين هاردوير. يبقى الان احنا بنتكلم عن لاير عليا، بنتكلم عن طريقه جديده للعنونه وطريقه جديده للباكيتس، حتى هنسميها باكيت هنا في الـ في الداتا لينك لاير. لما كنا شغالين في الفيزيكال نتورك كنا بنسميها فريم، هنا هنتكلم عن باكيتس. اذا عندنا باكيتس جديده، طريقه جديده لتوصيل الباكيتس، اهم حاجه من ده طريقه جديده للعنونه تختلف عن العنونه اللي كانت مستخدمه في شنو في الفيزيكال نتورك. يبقى الادريسنج في الفيرتشوال نتورك هو كريتيكال كومبوننت اوف ذا انترنت، عشان قلنا الباب ده مهم جدا لانه اهم كومبوننت عندنا العنوانه. يعني انا عشان اصل عشان اكمل شغلي بتاع الشبكات جزء مهم جدا من الشغل ده ان انا ما هو عنوان الجهاز الذي تريد الاتصال به. يعني يبقى لازم كل الكمبيوترز الموجوده في العالم يكون عندها يونيفورم ادريسنج، لازم يكون عندها شكل محدد موحد للادريسنج فورمات مستخدم في العالم كله، وده اللي احنا هنتكلم عنه في هذا الباب اللي هو بنسميه الاي بي ادريس. والادريس ده يجب ان يكون وحيد لا يتكرر في العالم، اذا هنكون عايزين برضه ميكانيزم نضمن عدم تكرار هذا العنوان في العالم كله. طبعا الفيزيكال ادريس ما مناسب لانه الفيزيكال ادريس الماك ادريس هو كان شغال في شبكه واحده، وكل شبكه عندها طريقه محدده للماك ادريس زي ما شفتها، وعندها طريقه محدده للفريم فورمات، وبقى الماك ادريس ما مفيد ابدا بالنسبه لنا في الانترنت ولن نستطيع استخدامه في الانترنت. يبقى الماك ادريس احنا لو بنشبهه بالقاعده الدراسيه اللي احنا نتكلم عنها، الماك ادريس ده هو رقم المقعد اللي انت قاعد فيه، الصف اللي انت قاعد فيه يا تقعد في ذلك الصف انت قاعد، او رقم الكرسي اللي انت قاعد فيه داخل الكلاس. وهذا لن يصلح ان انا اخاطبك به من العالم. يعني انا في العالم عايز اعرف انك انت الان في جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا في كليه الحاسوب في السنه الثالثه، ما بعرف قول هندسه برمجيات مثلا، واسمك كذا وهكذا، انا عايز تفاصيل عنك عشان اخاطبك. ما بينفع تقول لي اتكلم مع الطالب القاعد في الترابيزه نمره 5 في القاعه زدين 3 مثلا، لا 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 يمكن استخدام هذا العنوان اللي هو الكرسي داخل القاعه عشان اقدر اخاطبك. اذا الماك ادريس لن يصلح، نتفق لن يصلح اننا نستخدمه جلوبالي عشان يوفر فيرتشوال نتورك. يبقى هنجيب الاي بي ادريسنج، وده هيكون يونيفورم في العالم كله. يعني اي كمبيوتر في العالم هيكون عنده هذا اليونيفورم ادريسنج، مش زي الماك ادريس اللي هو كل تكنولوجي تحدد الماك ادريس بالطريقه الدائره. يبقى اي بير اوف كمبيوترز في الانترنت من غير ما يعرفوا الهاردوير او الماك ادريس المستخدم يجب انهم يستطيعوا انهم هم يتخاطبوا مع بعض. والدليل انك انت الان لما بتفتح البراوزر وتكتب عنوان بتاع جهاز، سواء كتبته اي بي ادريس او كتبته دي ان اس، يعني كتبته www.sustech.edu، طبعا انت عارف في الباب الرابع انه في النهايه انت لما تكتب www.sustech.edu العنوان ده بيتحول الى اي بي ادريس 192.168 كده، يعني رقم هنشوفه اليوم. يعني اذا انت في النهايه بتكتب العنوان الاي بي ادريس ده فوق بيفتح معاك البراوزر، في اف تي بي سيرفر بتكتب العنوان بيفتح معاك الاف تي بي سيرفر وهكذا. يبقى الكمبيوترز عايز تعرف فقط الاي بي ادريس بتاع بعض عشان تقدر تتكلم مع بعض. والاي بي ادريس ده هتقوم به شنو؟ هتقوم به سوفت وير لاير، ما زي تتذكر الماك ادريس والفريم فورمات كان بيتعامل في الهاردوير لاير اللي هي موجوده في كرت الشبكه. يعني كان بيعمل فيرموير مع البروسيسور مع الهاردوير الموجود في كرت الشبكه، كان هو اللي بيشتغل في الداتا لينك لاير تحت. هنا احنا الاي بي ادريس البروتوكول سوت ده كله بيتكتب بسوفت وير اللي هي الاي بي لاير، وهي طبقه عليا زي ما شفنا في الطبقات بتاعت النتورك لايرنج. وهو ليست بارت من اندرلاين نتورك زي ما قلنا، وانما سوفت وير انا بنزل في الجهاز عشان يقدر يفهم اي بي ادريسنج يعني. وفي لايرز كثيره في السوفت ويرز العليا بتستخدم الاي بي ادريس، اللاير العليا كلها بتستخدم هذا الاي بي ادريس، اليو دي بي والتي سي بي اللي هنشوفه لاحقا بيستخدموه، حتى انت في الابلكيشن بتستخدم الاي بي ادريسنج لما تكتب برنامج لكمبيوتر يخاطب الكمبيوتر الثاني، يو هاف تو ايدنتيفاي الاي بي ادريس اللي انت داير تخاطبه بتاع الديستنيشن يعني. طيب كيف الادريس شكله؟ كيف الاي بي ادريس هو يونيك 32 بيت نمبر زي ما قلنا في الاول، و known as IP address or internet address. ولما ترسل باكيت في الانترنت لازم تحدد الديستنيشن اي ده ادريس،
خلاص يعني لازم تحدد انت منو والديستنيشن منو. كده نتكلم في دي شويه. انت لازم تحدد لنا الديستنيشن اي بي ادرس، ده اللي انا قلته هسه في البدايه طوال. الحزمه عشان تصل للمستودع بتاعه او الديستنيشن بتاعه لازم تحدد الاي بي ادرس بتاع الريسيبينت. فانت بتخاطب الريسيبينت بعنوانه، يعني بالتالي لو في سيرفر بيقدم خدمه، لو انت ما عارف الاي بي ادريس بتاعت هذا السيرفر لن تستطيع التخاطب معه طبعا. اذا انا بقول ده اخاطب الجهاز الاي بي ادريس بتاعه القيمه الفلانيه كديستنيشن. وطبعا زي ما اتفقنا في المفهوم بتاعنا انه الحزمه بتمشي في سكتها، كل الاجهزه اللي في السكه اللي هي الراوترز بتعاين فقط للديستنيشن ادريس ولا تنظر الى السورس ادريس، ما بهمها كثير السورس ادريس. يعني انت لما تكتب جواب مرسل ريزولف بتكتب عنوان المستقبل، ما تكتب عنوانك انت. لكن احنا عندنا في النتورك بنخط عنوان المرسل ايضا اللي هو السورس ادريس. وطبعا ليه بنخط عنوان المرسل؟ لو فكرت بالراحه كده، انا رسلت الرساله للكمبيوتر الفلاني، طب هو عايز يرد علي هيعرف عنواني كيف؟ فانا بقوم اخط عنواني في الرساله عشان الريسيفر في الطرف الثاني يقدر يعرف انا منو عشان يرجع لي. لكنها ليست جزء اساسي زي ما شفنا في الفوروردنج. حتى في الفوروردنج تيبل، الروتينج تيبل او الراوتينج تيبل الموجوده في الباكيت سويتشز في الجيت واي، في الاجهزه بتمرر الحزمه اللي قلناها في باب سابق، ما كانت بتنظر للسورس ادريس لو تتذكر، كانت بتنظر فقط الى الديستنيشن ادريس. اذا احنا الان السندر لازم يخط السورس ادريس والديستنيشن ادريس. السورس ادريس عشان الرسائل الردود ترجع له، والديستنيشن ادريس على اساس ان اقدر اصل لذلك الديستنيشن. يعني مثلا داري اخاطب سيرفر عشان يرسل لي مثلا مالتي ميديا فايل، او في سيرفر راديو سيرفر مثلا، انا هخاطب عشان يبتدي يرسل لي مالتي ميديا باكيتس اشغلها في الصوت عندي، فلازم يعرف عنواني عشان يقدر يرسل لي هذه الباكيتس، مش كده؟ ده ارسل له فايل، استقبل منه فايل. فبالتالي في اكيد زي ما تكلمنا سابقا انه دائما الكوميونيكيشن في الانترنت بتكون تو واي كوميونيكيشن. سو لما انا اتخاطب معك بيتر اوريك انا من عشان تقدر ترد علي بهذا السورس ادرس. طيب عشان نقدر نتعمق اكثر في الادرس، الادرس ده اصلا زي ما قلنا في باب سابق عشان نقدر نمرر الحزمه ونكون عندنا افيشال راوتنج، محتاجين انه يكون نقسم الانترنت لشبكات وكل شبكه فيها كمبيوترز. وزي ما شفنا في مثال سابق انا عندنا الشبكه، بنقول الشبكه رقم كده، وبعدين ده الكمبيوتر داخل الشبكه. يبقى انا بهمني اقسم ال 32 ادرس الجوني ديل لنصين، نص يحدد جزئين، خلينا نقول افضل جزء يحدد رقم الشبكه والجزء الثاني يحدد رقم الكمبيوتر. يبقى لا هنقسمه لتو بارس، البريفكس والسفكس. البريفكس اللي هو نسمي النتورك ادرس بارت او النت اي دي، وده اللي بيوري النتورك اللي هو فيها الكمبيوتر مربوط. ويبقى بالتالي كل شبكه في الانترنت لازم يكون عندها يونيك اي دي. يبقى انا عندي الشبكه العنوان زي ما شفنا في مثال سابق ووضحنا الروتينج لما شرحنا الشورت سباس الى اخره، قلنا عشان الراوتر تشتغل افيشنتلي ما هندي عناوين الاجهزه كلها في الشبكه، هندي عناوين الشبكات فقط في الشبكه الكبير. يبقى انا لو عندي اربع شبكات الراوتر بيكون عنده اربع سطور في الراوتينج تيبل، وممكن تقول الى سطر واحد زي ما احنا شفنا لو كان الراوتر ده فيه ديفولت جيت واي. إذا خلاصة الحتة دي إننا محتاجين نقسم العنوان لنصين، النص الأول اسمه البريفكس وده عبارة عن عنوان الشبكة، الجزء اللي في اليمين هو السفكس وده اللي بيحدد الهوست أدريس أو الهوست أي دي، وده بيحدد عن كمبيوتر محدد في الشبكة، وكل كمبيوتر في الشبكة لازم يكون عنده يونيك هوست أي دي. يبقى أنا عندي الأدريس قسمناه لنصين، نص عبارة عن نت اي دي ونص عبارة عن هوست اي دي، هنسميها البريفكس والسفكس، هنستخدم بريفكس والسفكس. يبقى بالطريقة دي هنتأكد إنه كل كمبيوتر في الإنترنت عنده يونيك أدريس، عنده عنوان وحيد لا يتكرر، ويبقى العنوان ده لن يتكرر في العالم. ويبقى بالتالي احنا من السلايد دي خلصنا الاي بي ادريس هيتقسم لنصين لجزئين، جزء يخص بالشبكات وجزء ما بداخل الشبكه. النت اي دي او البريفكس ده هو المفروض جلوبالي في العالم كل الناس يتفقوا، نقول انه جامعه السودان شبكتها رقم 5، بعد كده جوه الشبكه دي انت ترقم كيف، ده امر ليك انت. يعني الهوست اي دي لوكالي ما في جلوبال كوردينيشن، انا اقول اي عنوان بدا ب5 هو عنوان جهاز في جامعه السودان، اي عنوان بدا بالرقم 6 هو جهاز في جامعه النيلين مثلا، اي عنوان جهاز بدا بالرقم 7 هو في جامعه الخرطوم وهكذا. يبقى احنا لازم ننسق مع بعضنا الارقام 4 و5 و6 دي جامعه السودان او الخرطوم والنيلين مثلا، اما ما بداخل جامعه الخرطوم او جامعه النيلين هم بطريقه يوزعوا العناوين الداخليه، لكن احنا مطمئنين انه اي عنوان هيتكون داخل جامعه السودان هيبدا بالرقم 5 وهكذا.
يبقى بالطريقه دي خلينا النت اي دي تو بي اساين جلوبالي زي ما احنا شفنا يحصل كوردينيشن جلوبالي اند ويل سي هاو وي ار جوينج تو اكومبليش ذيس جلوبال كوردينيشن ريجاردينج النتورك اي دي. السؤال الصعب اللي بيطرح نفسه انه كيف، وده يمكن اللب قلب الباب ده في النص الاوسط منه بيتكلم عن الموضوع ده بكثير يعني، ونلقى انه ده هيخلينا نتكلم كثير جدا عن امثله عمليه عما يحدث حقيقه في الشبكات. يعني كيف نقسم الادريس ده، يعني كيف كاو ماني بيتس لكل بارت، هل نقسم النص بالظبط ولا نقسم شبكات كثيره وكمبيوترات شويه، ولا شبكات شويه وكمبيوترات كثيره وكده. يبقى النت اي دي نتس ا سفيشنت بيس تو الاو يونيك نتورك اند تو اساين تو ايتش فيزيكال نتورك ان ذا انترنت. والها يعني انا لو النت اي دي داير النت اي دي ده الجزء بتاعنا يكون كافي ان انا ندي رقم لكل شبكه في العالم يعني، والهوست اي دي دايرين رقم، دايرين حيز يدينا فرصه ان انا ندي رقم لكل كمبيوتر داخل شبكتنا يعني. فان سؤال صعب جدا يعني اننا كيف نقسم ال 32 بت دي لجزئين. لو قسمنا الجزء بتاع الشبكه صغير بقى عندنا شبكات قليله، لكن كل شبكه فيها اجهزه كثيره طبعا. والعكس صحيح، لو كبرنا الجزء بتاع الشبكه يعني ادينا جزء الشبكه مثلا من ال 32 اديناه 20 خانه، معناته عندنا شبكات كثيره جدا لكن كل شبكه فيها 12 خانه فقط للهوست اي دي. وده اللي هنناقشه في الجزء الجاي يعني. فما في سمبل تشويس عشان تو انسر ذيس كويشن. يبقى لو كبرنا النتورك اي دي هيكون عندنا شبكات كثيره ميني نتورك، لكن السايز بتاع كل شبكه بقى صغير. ولو كبرنا اللارج هوست اي دي هيكون عندنا فيزيكال نتورك كان كونتين ميني كمبيوترز، لكن الشبكات بقى قليل يعني. فيبقى هنا دخلنا في تحدي يجب انه الديزاينرز كانوا يقعدوا ويشوفوا كيف نقسم هذا الادرس يعني، الجزئين ديل يا تجزء فيهم كبير يا تجزء صغير. طبعا التفكير كان انه الانترنت فيها فيو لارج فيزيكال نتورك اند ماني سمول نتوركس. في فيو لارج فيزيكال نتورك دي الشبكات الضخمه الكبيره بتضم الشركات الضخمه يعني وشركات الاتصالات وكده، وعندنا ماني سمول نتوركس الشبكات الصغيره اللي هي الشركات الصغيره والكليات الصغيره الى اخره. حتى لما نجي نعاين لاي واقع، حتى لما نعاين لواقعنا هنا في السودان هسه، بنقول انه لو بنتكلم عن اللارج فيزيكال نتورك بنتكلم عن الشركات الثلاثه سوداتيل وزين وام تي ان وكنار معاهم يعني، دي شبكات فيها ملايين المستخدمين. بينما اكثر الشبكه في جزء كده شبكات متوسطه اللي هي الجامعات وغيرها اللي بيكون فيها كم الف كمبيوتر وكده، ودي عددها ما كبير زي ما احنا عارفين، لكن الاغلبيه هي شبكات صغيره اللي فيها 50 اللي فيها 100 اللي فيها 30 اللي فيها 40 جهاز الى اخره. فبقى كيف التحدي لما نعكس الكلام ده على الانترنت نفس الكلام والبي ابلايد يعني، في شبكات ضخمه بتكون فيها كمبيوترز كثيره جدا زي وزارات الدفاع الى اخره، الوزارات الكبيره الشركات الضخمه، لكن اغلب الناس عباره عن شبكات صغيره. يبقى الناس تفكروا في الاول في القصه دي قالوا اذا ما عندنا عشان نقسم الحته دي خلينا نقسم الاي بي ادريسنج لكلاس فول اي بي ادريسنج، اللي هو قسم الادريس سبيس لثلاثه برايمري كلاسز. كيف؟ هنشوف هسه. كل كلاس عنده ديفرنس نتورك اي دي اند هوست اي دي، واول اربع بيتس في الاي بي ادريس هتحدد الكلاس اوف ويتش ذا ادريس بيلونج. يبقى خلينا نشوف الادريس كلاسز ونرجع نقرا السلايد دي مره اخرى. قال عشان نعمل القصه دي طبعا التفكير التقليدي كان انه بس نقسمها نص نص للشبكه اللي هو بجاي ده ونص للكمبيوتر اللي هو بجاي ده. لكن الناس قالوا لا، عشان تو اكومديت الكلام اللي بيحصل في العالم ده انه في شبكات كبيره، في ناس شبكات كبيره قليله وكثير من الشبكات الصغيره، قالوا خلاص نقسم الادريس كالاتي. طبعا الادريس يا هو ده الشكل ده هيلاقينا كثير جدا، الادريس يتكون من 32 بس بدا من 0 ل 31 زي ما انت شايف. قالوا لو العنوان بدا ب 0 في الموست سيجنفيكانت بيت نسيب له سبع خانات للبريفكس يحدد رقم الشبكه، والباقي ده نخليه للهوست اللي هي السفكس. معنى الكلام ده هيكون عندنا 2 اس 7 شبكه من كلاس A، ده سميناه كلاس A. عندنا كلاس A بيحوي 2 اس 7 شبكه يعني 128 شبكه، كل شبكه فيها 2 اس كم؟ 2 اس 24 كمبيوتر. 2 اس 24 كمبيوتر يعني بيتكلم عن يعني 16 مليون جهاز تقريبا. يبقى عندنا 128 شبكه كل شبكه فيها 2 اس 24 جات من وين؟ اللي هي 32 ناقص 8 اللي احنا شلناهم لعنوان الشبكه دي.
بيجي عشان كده من جوجل خلاص ايه عنده 2.7 كمبيوترز، سوري 2.7 نتوركس، كل شبكة فيها 2.24 كمبيوترز. يبقى دي هنخصصها لشنو؟ الشبكات الكبيرة، ودي 128 شبكة بس في العالم، وأكيد الخلاص ده انتهى خلاص، الناس كلهم شالوا. نجي لكلاس بي. كلاس بي بدأ بـ 1.0، مهم جدا البدايات دي لأنها هتكون أرقام مهمة جدا، بعدين لما نعين لا بيدرس طوالي بنقدر نعرف إنه كلاس A ولا B ولا C. كلاس بي بيبدأ بـ 1.0، وبعدين قسمنا دي في الحتة في المنتصف هنا 16، معناتها في 14 خانة لأنه ضيعنا اتنين هنا، في 14 خانة بتحدد رقم الشبكة، كل شبكة فيها 2.16 كمبيوتر. 2.16 كمبيوتر، أنت عارف إن 2.16 هي عبارة عن الرقم اللي هي 2.62، يعني 65535 كمبيوتر، وعدد الشبكات 2.14 شبكة. 2.14 شبكة يعني 2.4 في 2.10، و2.4 يعني 16، يبقى 16000 شبكة، كل شبكة فيها تقريبا 64000 كمبيوتر. نخلي الكسور الفوق دي، ويبقى ده سميناه كلاس بي، وده خصصناه للشركات المتوسطة. الشبكات الصغيرة كبرنا البريفكس عشان نقدر نستوعب عدد كبير من الشبكات، وكل شبكة فيها عدد محدود من الأجهزة، خلينا 8 خانات فقط للسفكس، يعني كل شبكة فيها 256 جهاز ماكسيمم. هنشوف بعدين 254 ما 256، 256 جهاز ماكسيمم، لكن عدد الشبكات 2 أس كم؟ دي 24، شلنا منها 3، 2 أس 21 شبكة، مش كده؟ دي كانت 24، شلنا منها 3 خانات ديل، فضل معانا 21 خانة هو اللي بيحددوا لنا رقم الشبكة، يبقى عندنا 2 أس 21 شبكة. ده كلاس سي، وده الأكثر استخداما هنشوفه، لأنه لما ديل خلصوا يا إخواننا بدوا ناس يشتغلوا في سي، لما الآن كله كمل والحمد لله، يعني بيبقى من الصعوبة جدا إنك تلقى كلاس فول أدريس في الانترنت. خلوا كلاس دي اللي هو بادي ب 110 للمالتي كاست، واحنا اتكلمنا عن المالتي كاست قبل كده، وعندنا شريحه نتكلم عنه، وخلوا الادريس كلاس اي اللي هو بادي ب 111 ريزيرف ان نوت اساين. يبقى اي كمبيوتر احنا هنلاقيه الان هنخش عليه في الشبكه هنلاقيه يا كلاس اي يا كلاس بي يا كلاس سي. اذا لو رجعنا للسلايد اللي فاتت بنقول انه الادريس ده ديفايدد انتو نت اي دي اند هوست اي دي، وبقى عندنا 5 ادريس كلاسز، والليدنج بيس هو اللي بتحدد الكلاس اللي احنا بنتكلم عنه، والريست بيحدد النتورك ادريس والهوست ادريس زي ما شفنا. يبقى الليدنج اللي هم ديل، الزيرو معناتها احنا في كلاس A، ال 10 معناتها كلاس B، ال 110 معناتها كلاس C، 1110 كلاس D، 111 كلاس A. اوكي؟ يبقى لما نجي عاين للامثله للادريس بلقى الادريس بالشكل ده، طوال انا بعاين لديل عباره عن شنو؟ فدي 10، ولو رجعت للشكل الفات 10، نرجع للشكل الفات 10 معناتها كلاس بي زي ما انت شايف، اصلا 0 كلاس A، 10 كلاس B، 110 كلاس C. يبقى اول ما عين الادريس كده بقول 10 معناتها كلاس A، ده 110 معناتها كلاس C، ده بادي ب 0 معناتها كلاس A، ده بادي ب 10 معناتها كلاس B، ده بادي ب 10 معناتها كلاس B، مش كده؟ يبقى من الخانات اللي في الشمال دي بقدر احدد الكلاس اللي منه الادريس جه. طيب كيف يكتب الادريس؟ ودي طبعا مهمة جدا، كيف يكتب الادريس؟ الرقم ده من الصعب جدا انه الشخص يقدر يقراه، فإذا الـ 32 بيس بيتقسم لأربع أجزاء زي ما أنت شايف، 8 8 8 8، كل 8 من ديل بنحولها لديسيمال نوتيشن، فبنكتبه بما يسمى الدوتد ديسيمال نوتيشن. يبقى الرقم ده لو حولناه للنظام العشري بيبقى الرقم 129، الرقم ده لما نحوله هيطلع 52، الرقم ده لما نحوله هيطلع 6، والرقم ده 0، فبقول الجهاز ده 129 دوت 52 دوت 6 دوت 0. سيميلرلي هنا الرقم ده لما نحوله بيبقى 192، الرقم ده لما نحوله من باينري لديسمال يطلع الرقم 5، ده 48 وده 3، فبقول الجهاز ده 192 دوت 5 دوت 48 دوت 3. التحته سيميلرلي 10 دوت 2 دوت 0 دوت 37، التحته ده 128 دوت 10 دوت 2 دوت 3، ده 128.128.255.0. فدي عبارة عن أمثلة لأدريسز موجودة في الإنترنت. يبقى إحنا هنتعامل مع الأي بي أدريس، وده اللي أنت بتتعامل معه الآن في الإنترنت، بتكتب الأي بي أدريس. إذا دي الهيومن بينج نوتيشن اللي إحنا بنكتبها، والسوفت وير بيحول الطريقة اللي إحنا بنكتبها دي لزيروز أند وانز تو ميم أب للأي بي أدريس. يبقى النوتيشن زي الهيومن غير واضحة زي ما قلنا، وبالتالي بنقسم ال 32 بيت، كل 8 بيت هتكون ديسيمال فاليو بنسميها بيريود، وده بيسمى الدوت ديسيمال نوتيشن زي ما قلنا. والدوت ديسيمال تريس ايش اوكتيت، طبعا الاوكتيت اللي هي باي زي ما احنا عارفين، احنا بنقول بايت او اوكتيت مش كده؟
كل بايت عبارة عن unsigned binary integer، يبقى أقل قيمة له ممكن تكون زيرو، وأكبر قيمة له هي full ones، وبالتالي العناوين في الإنترنت كلها بادية من 0000 ل 255.255.255.255، يعني لن تجد رقم في الـ IP address negative، ولن تجد رقم في الـ IP address قيمته أكبر من 255. تمام. يبقى بعد كده من هنا احنا الان طبعا انت لو تركز معانا شويه حاجه نتونس حبه هنا، انه اي ادرس بادي بزيرو هو كلاس ايه، معناته دايما الرقم اللي في اقصى اليسار هو اللي بيحدد لك الكلاس. لاحظ هنا ده 10 اقل من 127 واقل، يعني اقل من 128 معناته كلاس ايه. من 128 لحد ما دون ال 192 هو كلاس بي. ليه جبنا الكلام ده؟ لانه من هنا لو تلاحظ الرقم ده ايا كان الرقم اللي هنا هيتراوح بين 0 و127 ده كله. لما نيجي نعين للثمانية خانات ديل هي بادية بادية ب 10 مش كده؟ بادية ب 10، ال 1 دي وزنها 128 فبادية من 128 منتهية ب 11 دي اللي هي 192 اللي هي 128 زائد 64 128 زائد 64 192. إذا آخر عنوان إحنا هنلاقينا هنا معلش نعمل حركة هنا تضيع مننا زمن شوية لكن ما في مشكلة. نيو لما نتكلم عن العنوان بقول ان انا بادي بزيرو، فطلع انا بادي بزيرو في كلاس A، بدايتي بزيرو زيرو طبعا زيرو 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 وبعدين اربع زيرو مش كده اربع زيروز، ونهايتي بزيرو وسفن ونز، فده اصلا هو الرقم زيرو ده الرقم 127. كلاس B لو تذكر كان بادي ب 10، فإذا بدايته هتكون 1000 وكمان 0000 دي اللي هي 128، يبقى ده كلاس A. لو مشينا لكلاس B زي ما قلنا بادي ب 1 والباقيين زيروز كلهم اللي هي 128 ومنتهي ب 10 والباقي 11 دي اللي هتلقاها 191، يبقى ده كلاس B. similarly لو نعين لكلاس سي هنلقاها بدا ب 110 وبالتالي الباقيين ديل عشان يتمون هيكونوا كده عشان يبقوا 8 اللي هم ديل الست اصفار، ده هنلقاها بدا بالرقم 192 وينتهي ب 110 وبعد كده 11111 افتكر ده 200 222 200 ده طلع شويه يطلع كان 222 اظن ولا 223، فبالتالي ده هيكون كلاس شنو؟ كلاس سي. اذا من نظرتنا زي مباشره زي ما قلنا للادرس بنقدر نحدد انه الجهاز ده فيه اتو كلاس من الكلاسز اللي احنا بنتكلم عنه. يبقى لما نمشي هنا بيك داون من الرقم ده يعني واضح انه ده كلاس بي وده كلاس سي وده كلاس بي لانه فوق ال 128 192، ده 192 انا بوفي عباره عن كلاس سي كلاس اي بي كلاس بي مش كده؟ طيب نمشي من الخطوة دي. مين اللي بيحدد الادريسز دي يعني؟ مين اللي بيدينا عناوين؟ انت هسه قلت هنا انه البريفكس ده ناس هيدونا العنوان عشان نحطه في شبكتنا. مين اللي بيدينا العناوين دي؟ ففي اوثورتي اوف ادريسنج، في سلطات لتوزيع العناوين، والانترنت خصص السلطة دي اسمها الايكان، لو بعضكم سمع عنها الانترنت كوربوريشن فور اسايند نيمز اند نمبرز الايكان، هي انشئت والانشئت عشان تو هاندل الادريسنج اساينمنتس وانها تتعامل مع النزاعات، يعني ممكن الزول يخط عنوان يقول ده حقي وذاك يقول لا ده حقي الى اخره. اذا يجب انه وجود سلطه توزع هذه العناوين، هذه السلطه هي الايكان. اذا الايكان الانترنت كوربوريشن فور اساين نيمز اند نمبرز هي سلطه دوليه بتتعامل مع الادريسنج، والدول العالم كلها عندها تمثيل في الايكان وعندها ميتنجز، والسودان جزء من هذه الميتنجز ويتابع الامر ويتابع تخصيص العناوين له ويتابع حتى سياسات الايكان. ويمكن في جدل كبير جدا حاصل في العالم في السنوات الاخيره عن حوكمه الانترنت باعتبار ان الايكان كانت كنترول كومبليتلي بالحكومه الامريكيه يعني، والناس بيفتكروا الانترنت بقت حقتنا كلها وحق الايكان ما تكون كنترول بامريكا براها وحقه تكون حاجه تبع الامم المتحده. موضوع طويل بتاع نزاع بوليتيكال خلينا نقول، لكن الايكان شغاله وهي اللي بتوزع الاي بي ادريس وما بتوزعها بنفسها حقيقه، انما بتكون عندها ما يسمى الريجسترارز، بدل ما تشتغل هي براها للعالم كله بيكون عندها موزعين في الريجنز المختلفه
هم اللي بيحددوا الادريسنج. اذا بتدي يعني زي بتخصص بالجمله للريجسترارز، والريجسترارز زي اللي هم اللي يدوا الناس ارتحيتهم. يعني مثلا احنا في افريقيا بناخد من افرينك، افرينك هو الريجسترار بتاعنا في افريقيا اللي هو بيدي العناوين. وطبعا واضح انه بيدي العناوين لمنو؟ لكل دوله بيخصص لها عناوين حسب المؤسسات الموجوده عندها. يعني زي انت تمشي تاخد منه سوداتيل وام تي ان وكنار، شبكه الجامعات التعليم العالي عندها ادريس تاخده منه، اي شركه ضخمه يعني دار ادريس حقتها تمشي تشيلها منه. فاللي بيمشوا يشيلوا منه دائما السيرفيس بروفايدر الاي اس بيز. يبقى هو بيخصص بلوك في ادريسز للانترنت سيرفيس بروفايدر، والاي اس بيز هو اللي بيخصص الادريسز للسبسكرايبر. اذا عشان تاخد اي دي انت بتمشي لشنو؟ للاي اس بي الانترنت سيرفيس بروفايدر اللي انت شايل منه الخدمه. يبقى انا لو شركه شايل الخدمه من سوداتيل بمشي لسوداتيل اقول لها اديني ادريس. سوداتيل بيجيب الادريس من وين؟ من الريجسترار بتاع المنطقه اللي هو خصص لسوداتيل. كان ممكن يكون الريجسترارز ليفلز، يعني في ريجسترار في السودان مثلا يخصص للناس داخل السودان، ريجسترار ثاني في مصر للناس في داخل مصر الاخري. هنا الريجسترار بتاعنا في افريقيا هو الافرنيك، زي ما قلنا افرنيك عنده الزباين بتوعنا الموجودين في السودان هو الشركات التي تقدم خدمات الانترنت. يبقى ببساطه انا لو عملت لي شبكه وعايز اربطها في الانترنت، الطبيعي برب بمشي لواحد من السيرفيس بروفايدرز اقول يا اخي انا داير اربط معاك، ايا كان الاسماء اللي قلناها قبل شويه دي، بيقدم الخدمات داخل السودان، سوداتيل، زين، ام تي ان، كنار، ماكس نت، ما بعرف شنو الشركات المرخص لها دي. بمشي لواحد فيهم اقول انا داير اربط نفسي بالانترنت وداير كمان اي بي ادريس. ليه بقول داير بي ادريس؟ لان انا داير اخش الانترنت وداير اخد سيرفر مثلا في الشركه عندي، وبالتالي داير الناس يخشوا على السيرفر حقي، فانا داير الاي بي ادريس بتاعي عشان الناس يخاطبوا السيرفر حقي. هنناقش بعدين في التكنيكاليتيز، اتس نوت امبورتنت اولويز ان يكون عندك بيرمننت اي بي ادريس. انت بيكون عندك بيرمننت اي بي ادريس جلوبال، سوري جلوبال بيرمننت اي بي ادريس لو انت خش الانترنت ودايره الناس يخشوا عليك، فانت بتعلي عنوانك لازم تعلنه للناس. اما اذا كانت شركتك صغيره دايره تخش الانترنت عشان تبراوز وتفتح ايميل وهلم جرى وما هتعمل هوستنج داخل مؤسستك، انت ما محتاج لجلوبال اي بي ادريس. محتاج انك تتصل بالمشغل والمشغل المقدم خدمة الانترنت، وهو بعد كده يشوف هيديك ادريس بأي طريقة يعني. طيب لما شفناه ده كان ما يسموه كلاس فول، الاوريجينال كلاس فول ادريس اللي هو كلاس A و B و C زي ما قلناهم، بقت ليميتيشن لانه اتملت الشبكه بيهن، وفي مشكله كبيره جدا موجوده هنناقشها هسه بعد شويه، انه هتضطر لما يعني اضطرت الريجسترار لما ندي زول بيسالك اجهزتك كم حسب الكلاس فول ده، فانت حسب ده. فانت لو قلت له عندي الاجهزه بتاعتي مثلا 20 جهاز هيديك كلاس سي. كلاس سي زي ما قلنا بشيل 256 جهاز، فانت هتشيل 20 ادرس منها والباقي ما هتستخدمه. فدارين طريقة تريكي أخرى إن نقدر نخلي الناس يوظفوا الأدريس دي لاستغلال الأمثلة. يبقى بقت ليميتيشن كلاس فول أدريس، وكل زول كان داير كلاس A أو كلاس B، وما كان في أدريسز طبعا عشان نحدد كلاس A و B، وفي أدريسز كتيرة في كلاس A و B ما مستغلة. يعني زول يجي يقول أنا داير كلاس A ويكون عنده مليون جهاز بس، وكلاس A بيشيل أكتر من كده زي ما قلنا. وميني كلاس سي ادريسز فضلت يعني وناس يعني طبعا ده تاريخيا بالوس انا يعني ده تاريخيا كان في ميني كلاس سي ادريسز ريمين، لكن حاليا كلاس سي ذاته خلاص اتملى. يعني الايكان اعلنت قبل فتره ما قليله يعني انه الادريسز كملت، وحتى افرينيك اعلنت للناس انه خلاص الاي بي فيرجن 4 از نو لونجر افيلبل، وزلو داير كلاس جديد يشيل شيل داخله يمشي للاي بي فيرجن 6. فبقى دايرين نوظف الموجود ده يعني سو عشان نوظف الموجود ده بصوره امثل قبل ما ننتقل للاي بي فيرجن 6، وده الحاصل الان. ظهر عندنا ما يسمى السب نت ادريسنج او الكلاس ليس ادريسنج. السب نت ادريسنج والكلاس ادريسنج كحل هي الاثنين كلوزلي ريليتد، وكلهم ممكن نصنفهم انه هم سنجل ابستراكشن. يعني بيتكلم عن انه كيف بدل ما يكون عندنا ثلاثة كلاسز A و B و C، كيف يكون عندنا طريقة إننا فلكسبل نقسم النت اي دي والهوست اي دي في اربيتري بيت باوندري، ما الستة ما الباوندريز دي، ما الباوندريز الستة الثمانية والستاشر والاربعة وعشرين، دي ما باوندريز واضحة اللي هي في حدود النبل أو في حدود الأوكتتس 8 16 32، عايزين الخط ده نكون فلكسبل نحرك يمين شمال. فاذا الاثنين السب نت ادريسنج والكلاس ليس ادريسنج جو عشان يعالجوا هذا الامر. يبقى
السبنت ادريسنج في الاول كان في اللارج اورجانيزيشن بتستخدمه، هوبر باي بي برضه بيستخدمه في الاي بي فيجن 6. يعني لما يكون عندنا لارج اورجانيزيشن قصدي شنو؟ يعني شركه جاب اديناها كلاس اي، فلما انشالت كلاس اي كبير بقت قسمته ذاتها لمجموعه من الكلاسز داخل الشركه خلاص، فيبقى السبنتنج الكونسبتس اللي هنشوفه قبل شويه بقى ابلايد لايزول عنده كلاسز مخصصه له، ده يقسمها لشنو؟ لسب كلاسز. طيب اللي بيحصل شنو هنا؟ هو كبر الكلاسلس ادريس ده، كبر الابروش بتاع الانترنت، وبقى يتكلم عن تقسيم اختياري للشخص انه يقسم الشبكه يمين وشمال بالطريقه اللي هو عايزها، وهو كبر الابروش بتاعت الانترنت وتقسيماتها. يعني زي ما قلنا هسه هنا عشان ما نغوص في التفاصيل ونفهم وننسى الكونسبتس، هنا انا اديتك شبكه كلاس A فيها 24 بت للهوست اي دي، فانت داير تقسم الشبكه ذاتها لشبكات اصغر، فهنا السبنتنج اللي قلناه هسه ده هو هيخليك طريقه انك تقسم شبكتك دي لشبكات اصغر. هنتكلم هسه عن مثال، انا اديتك شبكه كلاس سي، كلاس سي فيها 256 جهاز، انت ما عندك 256 جهاز، داير تقسمها لزباين اصغر، فكيف تقدر تقسمها لزباين اصغر؟ ده اللي احنا كيف نقسم الشبكه كلاس سي دي اللي فيها 256 مثلا، نقسمها لاربع زباين كل زبون عنده 64 جهاز. ونسي الكلام ده هسه ان شاء الله. طيب انا بقترح انه نجيب في الحته دي في الجزء ده من السبنتنج عشان الباب ما يكون طويل، ونبدا بالسبنتنج، نبدا بالشريحه دي في الجزء الثاني ان شاء الله، باعتبار انه هنتكلم شويه عن امثله لتقسيم الكلاسز مع بعضهم. يعني يبقى هنجي نتابع من السبنتنج ونشوف